مين فينا ما عندوش حلم او هدف او امنيه بيتمنى ان هي تتحقق؟ مين فينا ما عندوش دعوه مصر وملتزم دايما بترددها؟ مين فينا ما نفسوش يقر عينه بتحقيق امنيته وهدفه اللي هو بيسعى اليه؟ وزي ما احنا دايما في النظام الطاقي بنتكلم انه لاي شيء في الحياه قانون، احنا بنسعى بالقانون ده وبننفذه وبنطبقه علشان نوصل للهدف ده. برضو اللي انا حابب اقوله لك انه لازم تستمر في البحث في قوانين الاشياء. القوانين الكونيه فيها حل لكل شيء علشان توصل لاي شيء. ولكن طبعا في الاول وفي الاخر لا ننسى ان احنا بنلجا الى الله. وبناء عليه هنا في هذه الحلقه انا اجيب لك ورد، الورد ده هتنفذه بنفس الافكار اللي كنا اتكلمنا فيها في فكره تطبيق التوكيدات. هتنفذ الورد ده في الصباح وفي المساء وهتشوف اللي هيحصل معك. في البداية خليني ارحب بيك، لو انت جديد معانا سجل اشتراكك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بننشره في قناة النظام الطاقي. مرحب بيك، معك سواح، قول بسم الله الرحمن الرحيم علشان تسمع هذا الورد وتبدأ في تطبيقه. الاشتراطات اللي انا بقول لك عليها انك تتعايش بيه بنفس فكرة التوكيدات وحلقة التوكيدات اللي موجودة على النظام الطاقي، شرحنا فيها ازاي تعيش التوكيد مش بس تردده علشان تحصل على النتيجة. نفس المعايشة اللي هتعملها للتوكيدات هي نفس المعايشة اللي هتعملها في هذا الورد وهذا الدعاء اللي انت ستتعايش بيه. خد نفس عميق واهدى واحفظ هذا الورد علشان تردده مرة في الصباح ومرة في المساء وشوف ايه اللي هيحصل لأمنيتك او هدفك او دعوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من رفع السماوات باسم واحد بلا عماد. اللهم يا من رفع السماوات باسم واحد بلا عماد. يا باسط الأراضين بلا أرقام. يا خالق الخلق أجمعين بلا أعوان. يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل في الأرض قرارا، وتسمي حاجتك، افعل لي كذا وكذا وكذا، ساعدني في كذا وكذا وكذا، احفظني من كذا وكذا وكذا، يسر لي أمر كذا وكذا وكذا. اذكر كل شيء انت بتتمناه. نقول تاني، اللهم يا من رفع السماوات باسم واحد بلا عماد. يا باسط الأراضين بلا أرقام. يا خالق الخلق أجمعين بلا أعوان. يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، افعل لي كذا وكذا وكذا. هذا الورد بسيط جدا، قوي جدا، عميق جدا، ونتائجه مذهلة. استمر عليه في الصباح وفي المساء وشوف النتيجة اللي هتحصل معاك، وشوف بعينك وبنفسك تحقيق أمنيتك. ما تنساش شارك الحلقة لغيرك، وما تنساش انك لو جديد معانا سجل اشتراكك في القناة عشان يوصلك اشعار بكل جديد بننشره. نلتقي على خير، السلام عليكم.